لو عجبكم النوع ده من الحلقات يا ريت رجاء تدوسوا لايك وتكتبوا رأيكم في التعليقات عشان نقدم حلقات أكتر وأكتر من النوعية دي. سبحان الله، مش في أنثى كده أنت تشوف أو بنوتة تقول ده مقبولة قوي، تحس كده إن أنت مشدود ليها وللقبول ده؟ أنثى برج السرطان من النساء والبنات اللي وضع رباني زي ما احنا بنقول كده. ذكرتوني بفيلم معين كده، البسكوتة بتاعت الأبراج كلها، هادية قوي ورقيقة قوي وبحر كبير قوي وعميق جدا من المشاعر اللي انت مهما غصت بداخله مش هتقدر ان انت توصل لمنتهاه. باختصار كده، هي دي أنثى برج السرطان، موجودة في إحساسها طبعا، ملكة الإحساس والرومانسية وبلا منازع. تتعامل معاها، تتعلق بيها، مهما عرفت بنات بعدها تأكد ان انت مش هتعرف تنساها، ودايما دايما هتحن لها وتحن لأيامها. إحساسها عدى كل الحدود على فكرة، في بنات كتير حساسة، في أبراج كتير حساسة، ولكن أنثى برج السرطان من غير ما ندخل في تفاصيل كتير، إحساسها صعب ان انت توصفه. علشان كده هي من أكتر البنات اللي دايما في مشاكل نفسية وعايزة دايما معاملة خاصة من الدرجة الأولى. أيضا عصبية، يعني ما تفتكرش عشان إن هي رقيقة إن هي مش عنيدة، ويمكن العند بتاعها ده جاي من عصبيتها أكتر. خلي بالك إن هي ممكن أنت تجرحها بس ما تجيش تقولك وتشيل جوا منها، بتشيل في نفسها، من الأبراج اللي بتشيل في نفسها، ومن الأبراج اللي عندها عزة نفس وكبرياء وكرامة. فخلي بالك إن بنت السرطان وأنت بتتعامل معاها، لو أنت من الشخصيات اللي بتحب التنطيط واللعب بديلها كتير، إن هي ممكن تتغير منك فجأة. فما تجيش بعد كده أنت تقول عليها هي نكدية، هي مش نكدية، بس شوف أنت عملت إيه معاها أثر على نفسيتها فخلاك تشوفها. تتمتع بقبول فظيع نظرا لإحساسها ورقة طباعها والحنية الكبيرة قوي اللي بتوجد في شخصيتها، ولكنها يؤخذ عليها أنها متشائمة بعض الشيء. لو أنت تتوقع أو أنت بتتوقع أن أنت ممكن تنال ثقة أنثى أو فتاة أو امرأة برج السرطان بسهولة، إذا أنت بتحلم بحاجة ضرب من الخيال. صعبة جدا، صعبة جدا الحركة دي، صعب جدا الموضوع ده، صعب جدا إن أنت تكسب ثقة أنثى برج السرطان. شكاكة، شكاكة بطبعها، ومش أي حد يقدر إن هو يكسب ثقتها بسهولة. أنت لو شاب ومهتم بأنثى برج السرطان وبتسأل يعني عن ازاي ان انت تقرب منها، انا انصحك بحاجتين مهمين في البداية كده لا غنى عنهم. اول حاجة لازم تحسسها بالامان، وتاني حاجة لازم كثرة الاهتمام، بس مش الاهتمام قلنا قبل كده يعني مش الاهتمام الاوفر اوي اللي هو زيادة عن اللزوم ده. أنثى برج السرطان من الاناث اللي انت كل ما تهتم بيها وايضا يكون اهتمام مقنن تتعلق بيك أكتر، وكل ما تحسسها بالأمان تثق فيك أكتر. بس دمعتها قريبة جدا، ومع ذلك في ألمها بتتقوقع على نفسها وما بتحبش أبدا إن حد يعني يشاركها في الألم ده، أو إن هي تصدر الألم ده لحد تاني. أي موقف في الدنيا حتى لو مع حد ما تعرفهوش، أي موقف مؤثر يحصل لحد حتى لو هي ما تعرفوش، ممكن كل الناس تشوفه عادي، بل في ممكن بعض الناس تضحك استخفافا بالموقف ده، هي الوحيدة اللي ممكن تدمع. فيها تفاصيل أشبه للتعقد على فكرة، ولكن في كتير منها يستحق الإعجاب. إذا سألت عن تقلب المزاج فاسأل أنثى برج السرطان، والأنثى أكتر من رجل برج السرطان على فكرة. متقلبة المزاج بشكل كبير قوي، يعني مش سهل ان هي تلاقيها ثابتة في احساس واحد او في موضع واحد، لا، ممكن شوية بتضحك، ممكن شوية حزينة، ممكن شوية مبسوطة، ممكن شوية، يعني
كل ده لازم انت تكون ملم بيه قوي قبل ما تتعامل مع انثى برج السرطان. طيب يا اللي بتسأل ده كله جاي من ايه؟ انت لو متابع من اول الحلقة كنت تفهم او تعرف اجابة السؤال ده. بنقول لك ان هي انثى كتلة من المشاعر المتحررة، كتلة من الإحساس الذي لا يقاوم. إزاي شخصية فيها كل ده عايزها ما تتأثرش بأي موقف حتى لو كان صغير أو بسيط؟ طول ما انت بتهتم بيها عاملة زي الوردة المفتحة اللي مفيش أجمل منها. أول ما انت بتبطل اهتمام بيها تبدأ تدبل، وساعتها ما تقولش عليها نكدية لأنك انت اللي بتكون السبب. عايز تصالحها هتلاقيها وردة، وعايز تخطف قلبها فاجئها في مرة وهتلاقيها هدية. لو انت بتدور على زوجة ليك تكون على أولادك يعني حنية مفيش بعد كده، يبقى انت لما تروح لأنثى السرطان لقيت الطلب بتاعك تيجي على حساب نفسها علشان خاطر الشخص اللي بتحبه. نفسها مش مهمة عندها زي الانسان اللي بتحبه. العطاء بتاعها ما بيوقفش، الحنان بتاعها ملوش منتهى، ملوش حدود، ممكن تعمل اي حاجة في سبيل اسعاد الشخص اللي هو او اللي هي بتحبه. من ارق نساء الدنيا طباعا، ومن أجملهم ابتسامة أو ضحكة، ومن أهداهم وأحنهم في نبرة صوتها. هي أنثى برج السرطان. ما تتوقعش ابدا ان ممكن تقابل انثى برج السرطان صوتها ما هوش رقيق، او على الاقل ما فيهوش حاجه مميزه. دي صعبه جدا ونادره جدا، وغالبا بتكون شاذه قوي عن القاعده. اصواتهم في منتهى الرقه والجمال. انت لما بتسمع صوتها ما ينفعش ان انت تقول عليه مزعج، انت بتحس براحه نفسيه. انثى برج السرطان تحديدا عندها الملكه دي، وأيضا من الإناث اللي ضحكتها جميلة جدا، جميلة بشكل يلفت كل الأنظار عامة. ويمكن هنا يعني جمال ضحكة أنثى السرطان بيكون في صوت الضحكة نفسها، في الرنين بتاع الضحكة، من غير طبعا ما نخش في تفاصيل عشان ما نطولش عليكم. انت لو بتتكلم عن عند انثى برج السرطان، هي انثى ما نقدرش نقول عليها انها مش عنيدة، وما نقدرش نقول عليها انها من الابراج القمة قوي في العند، ولكن مع هذا كله هي من الابراج اللي انت لو عنتها هي عندها القدرة، وعندها ايضا نوع من انواع التمرس اللي يتخاف منه في العند. فخلي بالك هي مش سهلة في النقطة دي، ومن الأبراج اللي لما بتحط حد في دماغها يعني صعب إن هي تخرجه. فخلي بالك برضو من حاجة زي كده. أنثى برج السرطان أنثى مكتملة الأنوثة بما تحمله الكلمة من معنى. أوعى تكون مرتبط بيها وتقول إن هي ما عندهاش أنوثة أو الأنوثة بتاعتها قليلة، يبقى أنت كده معلش في اللفظ كذاب. ما هياش غبية بس ساعات بتعمل نفسها مش واخدة بالها علشان ما تحرجكش. انعزال، بس لما بتحب حد قوي بتتكلم معاه بتبقاش عايزة تبطل الكلام على فكرة، رغم ان انت ممكن تحس ان هي انثى غامضة وانثى مش بتتكلم كتير، لكن لما تحبك وتاخد عليك مش هتبطل الكلام معاك. انثى برج السرطان لما بتقرب حد او بمعنى ادق تسكنه قلبها بتبقى عايزة تتكلم معاه 24 ساعة. يعني لو في حياتك أنثى برج السرطان وبتعمل معاك كده، على طول روح صارحها لو انت طبعا حابب ان انت ترتبط بيها، صارحها على طول. هي كمان